السؤال الذي يحير جميع التجار على موقع إيباي هو: أي منتجات سأبيع على الموقع؟ ابق معي لتتعرف على أفضل منتجات تباع على موقع إيباي في سنة 2019، ولتأخذ فكرة عن منتجات يمكنك بدء بيعها على الموقع. لقد جمعت عدة إحصائيات لعدة مواقع بخصوص المنتجات الأكثر مبيعاً والأكثر مطلوبة على موقع إيباي، والنتائج هي: أولاً، فئة الأطفال. فئة الأطفال هي من أكثر الفئات مبيعاً على الموقع، وهذا ليس بغريب، من لا يريد تدليل طفله وشراء له منتج؟ حسب الإحصائيات، أكثر منتجات مطلوبة في فئة الأطفال هي فئة ألعاب الأطفال التنموية، والمرتبة الثانية هي فئة ألعاب الأطفال التولدر تويز، والمرتبة الثالثة هي فئة أكياس الحفاضات الدايبرز باكس. ثانيا، فئة البيزنس أند إندستريال، فئة واسعة جدا، وكل شيء يختص بالصناعة ومستلزماتها معرف في هذه الفئة. في المرتبة الأولى في هذه الفئة يحتل فئة الأذر ميديكال لاب أند دينتال سبلايز، أي مستلزمات الأدوية والمختبرات. والمرتبة الثانية هي اللاب أند لاب كيميكالز، مواد كيميائية للمختبرات. والمرتبة الثالثة فئة البلانك ليبلز. الفئة الثالثة الأكثر مطلوبة هي فئة الكاميراز أند فوتوز. في هذه الفئة سنرى منتجات في كل ما يختص بالتصوير ومستلزمات الكاميرات. المرتبة الأولى في فئة الكاميراز أند فوتوز هي فئة البطاريات للكاميرا، والمرتبة الثانية هي فئة الكاميرات الإلكترونية. الكثير من الأشخاص تشتري الكاميرات على موقع إيباي. والفئة الثالثة هي فئة العدسات للكاميرا، فئة اللينز. من ثم ننتقل للفئة الرابعة الأكثر مطلوبة، وهي فئة السيلفونز أند أكسسوارز، فئة الهواتف ومستلزماتها، هي فئة جدا مطلوبة على موقع إيباي. في المرتبة الأولى بالفئة هي فئة الكيسز كفرز أند سكينز، كل ما يتعلق في الغطاء للهواتف. والمرتبة الثانية هي السيلفونز أند سمارتفونز، أي الهواتف نفسها. الكثير من التجار تبيع هواتف على موقع إيباي. انظروا إلى هذه الصفحة وعدد المبيعات على هذه الصفحة. هذه الصفحة تعتبر من أكثر الصفحات التي عليها مبيعات على موقع إيباي. المرتبة الثالثة هي فئة السكرين بروتكتورز، كل ما يتعلق في منتجات واقية لشاشة الهاتف. أما في المرتبة الخامسة في فئة المنتجات المطلوبة على موقع إيباي هي فئة الكمبيوترز أند تابلتس. سنجد كل ما يتعلق في التابلتس والحاسوب في هذه الفئة. المرتبة الأولى في فئة الكمبيوترز أند تابلتس هي فئة التابلتس أند إي بوك ريدرز. لاحظوا أن التابلتس تغلبت على الحاسوب وعلى اللابتوب الذي كان في السابق يحتل المرتبة الأولى. المرتبة الثانية هي فئة الإنك كارتريج، أي الحبر للطابعات. والمرتبة الثالثة هي فئة البي سي لابتوبز أند نت بوكس. هذه هي أكثر خمس فئات طلبا على موقع إيباي وأكثر مبيعا. أنا متأكد أن بعد هذا الفيديو الصورة ستكون أوضح لكم بخصوص أي منتجات ستركز عليها أكثر لتسويقها على الموقع. وسؤالي هو: في أي فئة منتجات تلاحظ أكثر مبيعا حاليا؟ اكتب لي بالتعليقات إجابتك لنساعد الآخرين في بدء مشروعهم على موقع إيباي. لا تنسى الاشتراك في قناة الأكاديمية لمتابعة آخر أخبار التجارة الإلكترونية، والضغط لايك على الفيديو. بالنجاح للجميع.